سلامي على الياسي خليفة كبير الشان، وسلامي على أبو ظبي والمجد والناموس. صحيح البطولة دائما شف كل إنسان، وحنا نتعلم من خليفة عبر ودروس. هل ما زال الشاعر يكرس سطوة وسلطة القبيلة في الخليج على حساب أن الدولة دائما تحاول أن تذوب أبناء الشعب أن يكونوا بوتقة واحدة؟ أنعم على ذخر الوطن والعروبة، والبسهم اللبس الشفاء والرضا ثوب، واقسم لهم من العافية والمثوبة. ضيفنا في هذه الحلقة شاعر يأخذ مكانه في ضمير المستمعين وجماهير الخليج بصفة عامة. شعراء الملايين تشاهدونه في الأوقات التالية.